اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قنوات الكاس الرياضيه، ومساكم الله بالخير في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقه. خلصنا 8 جولات، ولكن الـ8 جولات هذه راح يتخللها توقف للفيفا دي ان شاء الله، وراح نتكلم عن هذا التوقف واستقلاليته خلال البطولة كيوسل اللي راح تكون متواجده خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. دائما وابدا مع برنامج 90 دقيقه نبتدي معاكم بالعناوين. ثلاثة عشر هدفاً في 6 مباريات، 7 منها في الشوط الأول و6 في الشوط الثاني. خمس مباريات فوز وتعادل وحيد، والخور يفوز أخيراً. سبعة أهداف للمحترفين و6 أهداف للمحليين، وظهور مميز لتحت 23. تعثر مفاجئ للسد واشتعال منطقة الهبوط. تغيير متوالي للمدربين وفترة التوقف مفيدة للكل. مشاهدينا الكرام، نفس ما شفنا في العناوين، انتظروا كثير نادي الخور على ما حققه الفوز الأول بعد 8 جولات من دورينا، ولكن الخور عندهم ناقصة مباراة واحدة مع نادي السد اللي مؤجلة من ضمن مباريات اللي هو دوري أبطال آسيا، اللي نتمنى إن شاء الله للسد التوفيق فيها. ولكن الجولة هذه أيضا شفنا فيها توقف لنادي السد عن الانتصارات، وهو تعادل مع نادي السيلية، والنتائج المباريات الثانية يعني عادية، لأن الفرق أوريدي المنافسة هي اللي فازت، ما عدا الريان الوحيد اللي عليه علامة استفهام بأداء خلال الموسم هذا الجديد وكثرة الإقالات من المدربين عندنا في الدوري. وغريبة للأمانة أن حاليا وصلنا إلى 5 مدربين، وأتوقع في 2 جايين في الدرب. هذا إحساس، لأن إحنا ما في ثبات عندنا فني، وراح نتكلم في الفقرة الثانية مع أخواني يونس علي ونبيل أنور عن هذا الخصوص إن شاء الله. 13 هدف في هذه الجولة، يعني نسبة نوعا ما بسيطة، ما هي المأمولة اللي إحنا دائما نتعود نشوفها، هي النسبة يعني المتوسطة، المفروض تكون من 17 16 إلى 18 هدف مقبولة نوعا ما، ولكن غياب هدافين بغداد بنجاح غاب في الجولة هذه، غيابات كثيرة، العربي هزيمته بالـ3 وقالت لوكا أيضا إقالة عندنا، ايضا الفاسكو اللي عفوا ما الفاسكو ما اقيل، لكن طلب انه يوقف ينهي تعاقده مع نادي الريان ولظروف خاصه فيه. واحنا مسوين اليوم على موقع قنوات الكاس في تويتر هناك تغريده موجوده وفي تصويت على موضوع المدربين، استفتاء برنامج 90 دقيقه، ما هو السبب من وجهه نظرك في تعدد تغيير مدربي دوري نجوم كيو ام بي، وحاطين لكم الخيارات موجوده، وراح نشوف التصويت هذا، وايضا راح نذكر بعض التغريدات وبعض التعليقات اللي موجوده تحت ان شاء الله في فقرتنا الفقره الثانيه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نروح معاكم وناخذكم في جوله في شوارع الدوحه وملاعبها، اللي ايضا الدوحه تستعد الى 2022. استاد الخور، منطقة الخور، الفرسان يحققون الفوز الأول ويفاجئون الرهيب. استاد سحيم بن حمد، منطقة الدفنة، باتيستا يعيد الملك للفوز ويحطم آمال الخريطيات. استاد ثاني بن جاسم، منطقة الغرافة، الفهود تعود للتألق وتطيح بالعربي ومدربه. استاد جاسم بن حمد، منطقة الوعب، إشارة السيلية الحمراء توقف الزعيم.
استاذ عبد الله بن خليفة منطقة دحيل. الدحيل يتمسك بالقمة ويهزم أم صلال بثنائية. استاذ حمد الكبير منطقة سلطة الجديدة. العميد ينقذ نفسه ويوقف مغامرة المطانيخ. مشاهدينا الكرام، خذينا فيكم لفة في شوارع الدوحة وتكلمنا معاك، شفنا النتائج للفرق اللي حصلت 13 هدف في هذه الجولة. للأمانة يعني جولة نوعا ما فقيرة فنية، خلنا نتكلم يعني بصريح العبارة يعني. وراح تشوف مع أخوي فهد الثاني أيضا في الفقرة الأولى ليش قلنا فقيرة فنيا، ليش أن معدل التهديف قليل في هذه الجولة، وليش شو اللي صار في هذه الجولة من يعني الإخفاقات هذه الكثيرة. السلية ظهر بمظهر جيد، الأهلي ظهر بمظهر جيد، قطر أيضا عادل الانتصارات، الخور حقق أول انتصار له في الدوري، وإحنا من زمان نقول متى يظهر نادي الخور، ولكن متى يظهر نادي الخور؟ إذا ظهر وشفنا صندوق أيمن السيد في حقائق الجولة. مشاهدينا الكرام، فتحنا صندوق أيمن السيد وشفنا حقائق الجولة لدوري نجوم كيو ام بي، ونبتدي في البداية مع الزعيم السداوي والأزمة اللي حصلت له في هذه الجولة. وقفوهم الشواهين نادي السيلية، كتيبة عبد الله العيد اللورد، وأيضا سامي الطرابلسي القبطان لهذا لكن فيريرا للأمانة ما عرف كيف يفك شفرة السيلية في هذه المباراة، ولكن تظهر المعدن الأصلي، معدن الرجال سواء داخليا أو خارجيا، ونتمنى إن شاء الله يظهر في الزعيم إن شاء الله، خاصة أننا باقي لهم مباراة واحدة في إيران مع بيروزي بيرسوبليس اللي إن شاء الله والتأهل إلى أيضا الدور النهائي. وأتمنى أيضا أن السد يعود كما عودنا دائما في الدوري، ويعني حضوره في المباراة. يعني هل الغيابات فعلا أثرت على نادي السد ولا لا؟ لكن أنا يعني نادي مثل الزعيم مفروض ما يتأثر بالغيابات، يعني مفروض أن اللي في الاحتياط يكون في مستوى اللي في الملعب وأكثر، ويظهر ما عنده في هذه المباريات، خاصة أن صدارة الدوري كانت محصورة ما بين الدحيل وما بين السد، ولكن انفك على قولتهم الصدارة وراح الدحيل وبقى السد في المركز الثاني. المدربين المحظوظين في هذه الجولة كازوني وأيضا باتيستا مدرب الخور ومدرب نادي قطر، للأمانة يعني عادوا بالانتصارات للناديين. الخور كازوني للأمانة احنا من آخر فوز شفناه لنادي الخور العام، وزين انه رجع في هذا الموسم وحقق انتصار يعني بعد 8 جولات من الدوري، ويعني وضع الخرطيات في موقع حرج في نهاية ترتيب دوري نجوم كيو ام بي. باتيستا عاد قطر مرة اخرى لطريق الانتصارات، ولكن هل راح يستمر ام لا؟ هنا السؤال اللي نتمنى نلقى له إجابة. وأيضا راح نشوف مع فهد الثاني ممكن قطر إذا مشى في هذا الأسلوب راح يحقق انتصارات مع باتيستا، كيف طريقة باتيستا كانت مع النادي، هل قدر أنه يعني يلم الأمور سريعا، خاصة أن بعض المدربين يحتاج فترة طويلة، ولكن من أول قيادة للمدرب باتيستا حقق الانتصار بثلاث
نقاط. نروح للأندية الجماهيرية اللي احنا دائما نقول يا جماهير الأندية، هي أكبر قاعدتين في قطر، الريان والعربي، لكن اليوم نقدر نقول أن السد أكبر قاعدة جماهيرية تحضر في الملعب لأن قاعدين وراء فريقهم، لكن الريان مش موجودين، أيضا العربي مش موجودين في المدرجات، الكل قاعد يطالب ولكن يطالب في مواقع التواصل الاجتماعي فقط لا غير. مدربين هالفرق هذيلا الاثنين تكلمنا عن الجماهير وزعلت الجماهير. ليش يزعلوا الجماهير؟ لأنه ما في استقرار فني. يعني هالجولة هذه مشى لوكا ومشى أيضا الفاسكو مدرب نادي الريان. يعني لوكا حصل 12 نقطة مع العربي في بداية الموسم، والفاسكو أيضا ما زال في المربع في دوري نجوم كيومبي، ولكن هل خسارة الخور يعني كانت، هل الأجواء في نادي الريان فيها مشكلة؟ خاصة أننا قرينا بعد أن خلفان أنه راح يعود للتمرين خلال هاليومين هذه بعد ما مشى الفاسكو، والله أعلم. أيضا نروح للسيلية في هذه الجولة اللي قدم نفسه أيضا بشيء جميل. كابتن سامي الطربلسي للأمانة عرف كيف أنه يغلق على نادي السد المباراة، عرف كيف أنه يأخذ نقطة على قولتهم من نادي السد، سواء كانت الكرة البلنتي كان صحيح أو غير صحيح أو قابلها فاول، ولكن بالأخير أنت خذيت نقطة من فم الزعيم، ويعني خليت المنافسة يعني على المربع للأمانة الشرسة، وخاصة المصلال أنه بعد قريب من المربع وصارت المنافسة في المربع، لكن القاع ما زالوا في تغييرات وفي شغل كثير عندهم، ما أدري متى بيخلصون جماعتنا، ولكن الآن نستقبل أخونا الكبير فهد الثاني بعد الأهداف. بعد أيام الفيفا كرة اللعب إلى ماجد الآن عموما كرة لمصلحة عادل أحمد في منطقة الجزاء يسقط، لا زالت المحاولة مستمرة في اللحظات الأخيرة. الخور الوقت سجل كبير بالنسبة له كمدرب، هل يخدم نادي قطر؟ استلم مرر عمري يرجع هنا، لدينا خطأ لمصلحة الغرافة. هل يسجل أم مسعود يبعد على جول ثاني للغرافة؟ الفوز للغرافة. هنا مهدي عند طالبي مع أحمد علاء، تصل أحمد علاء والكرة لا زالت ثاني أقصى اليسار، مش مدينهم مساحات ابدا. استلام بحركه بدوران، طلع من اللعيب لقدام، طلع من الثاني لقدام، هدف اول، هدف اول مش معقول. هروع سد الزعيم المتصدر مع السيليه، اقصى اليمين من ثاني ادمنسون والعرضيه والثاني عملوها ثاني خلصوها ثاني، الثنائيه في الوقت بدل الضائع ينجح فريق النقاط. قلت لك مهمه جدا النقاط عزيزي المتابع. بغداد ينطلق، بغداد يمر، بغداد يحاول، خطيره، الله سعد الدوسري، عبد القادر، هدف التعادل يأتي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نرحب باخونا الكبير وضيفنا أي ضيفنا مستشار برنامج الصديقة فهد الثاني، مساك الله بالخير. مرحبا أخوي فالح، مسي عليك بالخير وعلى الأخوة المشاهدين ومتابعي قناة دوري الكاس. فهد، ثمان جولات انقضت من دوري نجوم كيومبي، يعني نقدر نقول أن الفرق ظهر معدنها، ظهر مستواها، ظهر كل شيء فيها، حتى الملامح الفنية بالفرق اللي راح تكمل والفرق اللي راح تنافس على الهبوط تقريبا هي بانت من الجولة السابعة، ولكن اليوم بانت أكثر. لكن قبل ما أخذ معاك عن الموضوع هذا، راح أخذ معاك عن موضوع اللي هو إيش رأيك في الجولة هذه؟
طبعا الجولة رغم قلة عدد الأهداف وتعتبر ثاني جولة كان فيها أقل عدد بالأهداف بعد الجولة الثالثة كانت 12 هدف وهذه الجولة 13 هدف، إلا احنا شفنا تحسن في المستوى الفني لدى الفرق اللي غيرت مدربيها. وطبعا هذه الجولة تتسم عادة بأن هل هذا التغيير ناتج عن الروح المعنوية والجوانب النفسية لدى اللاعبين وتغيير في إطار الفريق، أم هو راجع إلى جوانب تكتيكية بحتة تم تثبيتها من قبل هؤلاء المدربين وسوف يتم العمل عليها لفترة قادمة. طبعا احنا دائما نقول أن الجوانب التكتيكية وترسيخها في الفريق والعمل على تطويرها هي اللي ممكن تستمر لفترة طويلة مع هذه الفرق اللي أظهرت مستوى فني جيد في هذه الجولة اللي كانت هناك فيها تناقضات كبيرة الحقيقة. يعني قطر أمام الأخريطيات تناقض كبير وشتان بين فارق في المستوى من المباريات السابقة وهذه المباراة، الخور وفوزه على نادي الريان، الأهلي كذلك في هذه الجولة لم يكن سيء، ظهر في مستوى فني جيد واستطاع أنه يفوز على السيدية على على على, على الشحانية آسف 1-0 بهدف مونتاري. إذن أنا بالنسبة لي هذه الجولة لها معطيات كثيرة، حتى الغرافة بالعدد الكبير من قبل من لاعبي 23 سنة، أنا أعتقد أن هذه الجولة لها معطيات فنية ومكتسبات جيدة جدا لابد العمل عليها وتثبيتها لدى الفرق اللي تفوقت في هذه الجولة. فهد انزل، أنا لما اليوم أشوف قطر رجع للانتصارات، الخور رجع أيضا، يعني الخور حقق انتصاره الوحيد وقطر رجع ظهر للفرق مع أداء فني للفرق، يعني هل نقدر نقول أنه غيروا؟ ولكن التغيير جاء أيضا بشكل حتى تغيير فني بشكل الفريق في الملعب. هم ليش ما اختاروا من قبل كذا؟ ليش انتظروا لين ما اخسر لي 9 نقاط ولا 12 نقطة عقب ارجع مرة ثانية؟ طبعا عدم التوفيق بالاختيار او عدم النظرة الصائبة في الاختيار ماذا يحتاج الفريق وما هي الاهداف وما هو الاسلوب اللي عادة او العناصر اللي تم اختيارها والتحضير لها بشكل جيد. يعني انا اعتقد دائما ان يعني هذا طبعا راجع لعدة أمور، يمكن أنا أقول حتى التعامل المدربين مع اللاعبين وثقافة اللاعبين دائما باستمرار باللعب للفريق واللعب للمجموعة وعدم الاتكال دائما أو إلقاء اللوم على المدربين وأساليبهم التكتيكية، لأن شفنا في هذه الجولة مثل ما راح نشوف على الشاشة التزام، يعني التزام تكتيكي بالواجبات من قبل اللاعبين وتطبيقها على مستوى عالي جدا. إذا وين كان هذا الالتزام في السابق؟ أنا أعتقد أن الالتزام أحد الواجبات الأساسية اللي على اللاعبين أنهم يقومون فيها داخل أرض الملعب. يعني إحنا ما نبي نستعجل الأمور، خاصة أن هؤلاء المدربين يمكن كازينو الجولة الثانية له وباتيستا الجولة الأولى له في هذا الدوري، إلا إحنا نشوف ننتظرنا الجولات القادمة ماذا ستقدم بالنسبة لهذه الفرق، وهل نرجع الأمور إلى جوانب تكتيكية أو عوامل نفسية. نعم، قبل ما نقوم فهد وندخل الملعب ونبتدي تحليلنا وفي أرضية الملعب، أبى أسألك سؤال، السد هل يتأثر أو يعني بعد التعادل مع السيلية هل الغيابات اللي أثرت عليه وخلال أنه خاصة أنه عنده مرحلة آسيوية مهمة جدا ما راح يلعب الجولة الجاية هو؟ لا يمكن أن نرجع هذا الأمر إلى التأثر ببعض الغيابات، قد تكون غيابات لها دور يعني معين في بعض الأمور، لكن في نفس الوقت ما نبقي نهضم حق السيلية اللي هو قدم مستوى فني جيد في هذه المباراة وكان ند قوي. أنا لا أعتقد أن السد يتأثر بغياب لاعب أو لاعبين حتى لو كانوا اللاعبين على مستوى كبير جدا، إلا أن السد عادة عودنا باللعب كمنظومة والبديل عادة يكون حاضر، حتى مستوى البدلاء اللي متواجدين يكون ممكن يكون أفضل من اللاعبين الأساسيين، فإذا الخيارات متاحة كثيرة بالنسبة لنادي السد. لكن أنا أرجع الأمر إلى تطور مستوى أداء السيلية، نعطيهم حقهم في انضباطهم في مستواهم العالي الجيد اللي احنا شفناه في هذه المباراة، وكان ند قوي لنادي السد واستحق التعادل. نعم، شكرا لك فهد. مشاهدينا الكرام، نشوف نوعية الأهداف في الجولة هذه، الجولة الثامنة من دوري النجوم كيوم بي، وبعدها إن شاء الله نكون معاكم على الشاشة وفي أرضية الملعب مع أخوي فهد ثاني والتحليل على بعض المباريات اللي اختارها كابتن فهد.
مشاهدينا الكرام، شفنا نوعية الأهداف، ولكن الآن دخلنا أرضية الملعب ونتكلم عن التحليل الفني. راح نبتدي معكم أول مباراة، مباراة قطر. فهد، مباراة قطر أنت اخترت شغلة حلوة في نادي قطر، اللي هي الضغط العالي والإرادة في قطر. لكن قبل ما أقول لك اشرح لي إياها، لكن فهمني إيش الإرادة؟ طبعا الإرادة هي الدوافع المعنوية اللي يعني يقوم فيها اللاعبين داخل أرض الملعب، وتحويلها إلى مستوى أداء معين من خلال العطاء والالتزام بالواجبات والكفاح والقتال داخل أرض الملعب لتحقيق النتيجة الإيجابية. وأنا أعتقد أن هذه الإرادة كانت موجودة أمام نادي قطر في هذا يعني في هذه المباراة، وخاصة من الدقيقة الأولى. لو نلاحظ استوب، نوقف اللقطة ونشوف التزام اللاعبين بواجباتهم، ودائما نحاول الضغط على مكان الكرة وارجاع الكره باستمرار للخلف، وعدم اعطاء الفرصه للفريق الخصم للبناء. وهذا طبعا يتمثل في التزام اللاعبين بواجباتهم وتاديه هذه الواجبات كمجموعه وليس كافراد. مثل ما احنا نشوف اللقطه، نكمل اللقطه ونشوف عمليه المتابعه والضغط باستمرار من الامام، وبالتالي مراقبه اللاعبين، كل لاعب مع لاعب. ستوب، نشوف الان اللاعبين، التنظيم، لاعب في الامام اللي هو ايتو، عندنا اربعه في خط الدفاع بهذا الشكل، اربعه في خط الوسط، والتغطية موجودة كمحور ارتكاز، والفريق يعمل كمجموعة، وكل لاعب عنده لاعب. لو نلاحظ كل لاعب أصفر مع لاعب أبيض، فإذا عملية المراقبة تتم بشكل جماعي، وتحرك الفريق كذلك يتم ككتلة واحدة. وهذه الكتلة تمثلت في نادي قطر خاصة في الدقيقة الأولى من المباراة. ونشوف الآن الإصرار والعزيمة والمتابعة، تضييق المساحات باستمرار، نشوف 4-2 في هذه المنطقة، إرجاع الكرة للخلف. الآن نادي الخرطيات يحاول أنه يتقدم بالكرة للأمام، لكنه في حصار من نادي قطر، والحصار يتم بشكل مزدوج من اللاعبين ومتابعة وعدم فقدان الثقة من خلال اللعب بالأسلوب، والإيمان والثقة من اللاعبين بالأسلوب وتطبيقه هو دائما ما يأتي بنتائج إيجابية. ونلاحظ الآن اللاعبين، نشوف أكثر من 7 أو 8 تمريرات المحاولة، لكن الآن الاستخلاص يتم. ستوب، نوقف اللقطة ونشوف الاستخلاص يتم من خلال 3 لاعبين ومحاصرة في هذه المنطقة، وإجبار الخصم على ارتكاب الخطأ، وبالتالي استخلاص الكرة. نشوف التصرف أخوي فالح بعد الكرة، نكمل اللقطة بعد استخلاص الكرة، نشوف الآن لمسة لمستين، اللعب للأمام باستمرار، ومحاولة الاكتساب الأرضية الجيدة اللي هو الفاز فيها، اللي هو في ملعب نادي الخرطيات، والتوجه إلى المرمى بشكل مستمر. نشوف لقطة أخرى كذلك توضح نفس العملية، 4 لاعبين على 2 أخوي فالح، نشوف في هذه اللقطة 4 لاعبين متواجدين على 3 في جزئية بسيطة من الملعب أو في مساحة صغيرة، وبالتالي الرغبة والإصرار والمتابعة من قبل نادي قطر يفرض على نادي الخرطيات ارتكاب الأخطاء. ونشوف الآن في هذه اللقطة كذلك اللي شفنا نادي قطر في هذه المباراة، اللعب للأمام باستمرار، ونشوف الآن ستوب، وقف لقطة، نشوف الظهير الأيسر اللي هو رامي ينطلق بسرعة عالية ومساندة والبحث عن المساحات في الأمام. نكمل اللقطة ونشوف، يعني هذه العوامل كلها ما تأتي إلا إذا كانت هناك رغبة من قبل اللاعبين وعندهم إرادة قوية لتنفيذ واجباتهم. احنا هذا اللي دائما نقوله، الإرادة إذا أنت تبغي تفوز في مباراة لابد أن تفرض سيطرتك وطريقة لعبك إنزين، وتلتزم بالأمور الفنية، وراح تحصل على نتيجة إيجابية. خاصة في هذه اللقطة اللي نشوف كان فيها إيتو كان متفوق في هذه المباراة وكان بارز لدرجة كبيرة جدا. في هذه اللقطة نشوف المتابعة، اللعب في المساحة الفاضية والانطلاق خلف المدافعين والجري بسرعة، بس يعني بأقصى سرعة يمتلكها 32 كيلومتر في الساعة، وهذه طبعا سرعة عالية تعتبر بالنسبة لإيتو اللي جرى في هذه المباراة أكثر من 500 متر بسرعة عالية، وفرض نفسه في هذه المباراة من خلال حتى عدد مرات الاسترجاع للكرة، استرجع 9 كرات، وأسامة عمري استرجع 8 كرات، وهم يعتبرون الأكثر في هذه المباراة بين ال 22 لاعب المتواجدين داخل أرض الملعب. نشوف الآن حتى في لحظة فقدان الكرة في إصرار على عملية استرجاعها، وفي الدقيقة كم؟ في الدقيقة 72 أخوي فالح، فإذا بالتالي اللياقة البدنية كانت حاضرة، الرغبة كانت متواجدة، ورغم خسارة الكرة لأن احنا نشوف نادي قطر يسترجعها بشكل يعني عرف بشكل مطلوب، عرف بتستفاد، صحيح عرف شلون يوظف اللاعبين بشكل جيد. ولو ننتقل لهذه اللقطة، لو نرجع باللقطة نعملنا مقارنة بسيطة أخوي فالح بين اللقطة السابقة نادي قطر وأداء أمام الشحانية في المباراة التي أقيل فيها عبد الله مبارك، ونشوف تصرف اللاعبين شلون كان داخل أرض الملعب. خلنا ناخذ اللقطة شباب أول شيء. استوب، نوقف اللقطة الآن، نشوف نادي قطر شو اللي تغير الآن، نفس اللاعبين ونفس الشحانية، المجموعة، ويمكن تكون العناصر مختلفة نوعا ما من ناحية الأسلوب والتشكيل، لكن نشوف الفراغات أخي فالح، أنا بركز على هذه النقطة، الفراغات الكبيرة اللي موجودة في الملعب ما كانت حاضرة في المباراة الماضية، خاصة أن نتكلم الآن عن دقيقة 29. تباعد اللاعبين كمجموعة، نكمل اللقطة، المساحة الكبيرة في الضغط على حامل الكرة عادة ما
يمكن الخصم الانتقال شوف حتى مستوى الضغط ما هوش هو الضغط القوي، ونلاحظ كذلك ان المساحات موجوده ما زالت في الفريق مساحات كبيره، وبالتالي اللاعبين متبعدين بشكل كبير جدا، ولا يوجد استاد الاستخلاص مثل ما شفناه في المباراه السابقه امام نادي الاخرطيات. نكمل اللقطه اخي فالح ونشوف عمليه المتابعه والتحرك مع بعض كمجموعه ما كانت حاضره، وهذه طبعا انا ارجعها الى الروح المعنويه بالنسبه للاعبين وارادتهم، ونوقف اللقطه كذلك ونشوف عمليه المتابعه اللاعب البعيد اللي جاي دائما من مسافه بعيده وعامل عمليه الاسناد او السبورت. نكمل ونشوف في تباعد، لا يوجد الضغط الجيد على حامل الكره، وبالتالي كانت العمليه متواجده بهذا الشكل. يعني هدف جيد من سلطان بخيت في هذه المباراه، ويدل على تفكك الفريق بشكل كبير جدا اللي احنا لاحظناه بصوره مغايره امام نادي الاخرطيات اللي نجح فيها باتيستا من يعني الاستفاده من هذه الروح المعنويه وتحويلها الى ترجمه اداء، خاصه انه هو بدا بشكل ذكي جدا، استغل نفس التشكيله السابقه اللي لعب فيها كابتن يوسف النوبي مع نادي السد مع تغيير بسيط يمكن في الدوده في 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 خط الدفاع. نشوف الان الهدف اخوي فالح والمحور اللي يتكلم عن عدد التسديدات خارج منطقه الجزاء. هذه تسديدات نادي قطر بالضبط، يعني هذه المباراه شهدت اعلى نسبه تسديد، ثاني على نسبة تسديد من خارج منطقة الجزاء 22 أو 21 تسديدة، كانت قطر ودحيل 21، قطر كان على النسبة الأعلى 18 تسديدة في هذه المباراة، وكل الأهداف الأربعة سجلت من 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 كل الأهداف سجلت من خارج منطقة الجزاء، وهذا طبعا يحسب للفريقين ويحسب كذلك للمدربين في عملية استثمار أن أنا كيف أصل للمرمى بأسهل طريقة وبحل التكتل الدفاعي اللي موجود أمام الحلول على قولتهم يسمونها الحلول. نعم الحلول الهجومية اللي أنت تأتي دائما باستمرار، أنت شلون توصل للمرمى أو تنهي الهجمة بالشكل المطلوب. نسبة تسديد عالية جدا، وأنا أقول إنه يعني على الفرق يعني تطبيق هذه الأساليب، أنا أعتقد في دورينا أن هذا الأسلوب يكون ناجح بشكل كبير جدا في تحويل الفرص في تحويل الجمل الهجومية إلى أهداف أو فرص حقيقية على أرض الملعب. يعني احنا شفنا هذه المباراة مثل ما قلنا لغت أعلى نسبة تسديد من خارج المنطقة، ستة منها كانت باتجاه المرمى، وأنا أعتقد أنها كانت هي نسبة جيدة بالنسبة للفريق. فهد نبي نروح لأفضل لاعب في هذه الجولة ونشوف من اخترت في جولتنا هذه. فهد من اللعيبة راح يكونوا عندنا تقريبا 5 إلى 6 لعيبة في كل جولة، نختار من 5 إلى 6، ولكن يتم اختيار لاعب أو أحيانا لاعبين. مشاهدينا الكرام عندنا اليوم 5 لعيبة، أسامة أمري وإيتو وعبد العزيز حاتم وفاغنر من نادي الخور وأحمد علاء من نادي الغرافة، يعني لاعبين من الغرافة ولاعبين من قطر ولاعب من الخور. يعني فهد ابتعدوا الأندية الصدارة صحيح عن هذا الترتيب، ليش أول شيء فهد ليش 5 هذيلا؟ طبعا يمكن اسلوب الفرق اللي يعني هذه الفرق لعبت باسلوب فني جيد، وبالتالي اللاعبين كان لهم دور بارز في هذه الجوله. يعني شفنا ايتو في هذه الجوله يعني متغير بشكل كبير جدا، واعتقد ان العوامل البدنيه بدات او اللياقه البدنيه بدات تظهر عند ايتو، اللاعب اللي يمتلك الامكانيات العاليه ويمتلك الخبره. واغنر كان له دور كبير جدا في نادي الخور في دائما نقل الفريق للامام وفي التمرير للامام وخلق الفرص الهجوميه، ولعب مباراه من يعني مباراه عاليه المستوى للامانه. احمد علاء ودوره، اسامه عمري، لو تتكلم عن اسامه عمري وايتو احصائياتهم الفنيه يمكن الدفاعيه اكثر من الهجوميه، خاصه في عمليه الاستخلاص مثل ما قلت لك استخلاص الكور، وخاصه في عمليه انهاء الهجوم بالتسديد. عبد العزيز حاتم كذلك قدم مباراه جيده مع العربي وسجل هدف كذلك، ولعب مباراه من احسن المباريات اللي كانت بالنسبه حق عبد العزيز حاتم في هذا الدوري. انا اعتقد ان اللعيبه الخمس صراحه استحقوا عطفا على الاحصائيات الفنيه اللي هم ظهروا عليها في الجوله. من رقم 1 انا طبعا قلت ايتو صراحه عمل فارق في المستوى، خاصه بالنسبه للجانب البدني، قلت لك اكثر من 500 متر جرى في المباراه بسرعه عاليه، وهو يعتبر الرقم الاعلى في دوري نجوم قطر حتى الان.
وكذلك نسبة التسديد اللي سددها في المباراة وسجل، وكذلك عمل أسست في هذه المباراة، وإحصائياته حتى في الاستخلاص استخلص 9 كرات من قلنا أسلوب تطبيق الأسلوب الضغط العالي، وهو كان أعلى لاعب استخلص عدد كرات في المهاجمين داخل أرض الملعب. إن شاء الله مشاهدينا الكرام نشوف هذا الكليب اللي فيه أرقام إيتو في هذه الجولة. مشاهدينا الكرام شفنا إحصائية صامويل إيتو لاعب نادي قطر صاحب الهدف الأول. إذن مبروك لنادي قطر، مبروك لإيتو، هارد لك لنادي الخياطيات. ولكن احنا تكلمنا عن قطر، ولكن الآن نروح للجانب الآخر اللي هو نادي الخياطيات فهد وأسلوب اللعب. أسلوب لعب واضح بالنسبة لنادي الخياطيات اللي كان ند قوي في هذه المباراة، وهذا الأسلوب طبعا ما يميز الخياطيات باستمرار هو اللي هو اللعب للأمام، على اعتبار راح نشوف الخرطيات عنده أكثر من 38%، وهو يعتبر ثاني أفضل رقم في الدوري بالنسبة للعب للأمام. طبعا أفضل رقم اللي هو نادي الخور 41% عنده لعب باستمرار للأمام، لكن الخرطيات عنده أسلوب لعب واضح، وهذا الأسلوب اللي دائما باستمرار نحن نركز عليه، أن عندك أسلوب لعب واضح تهدف من خلاله أن أنت تحقق مستوى أداء جيد، وبالتالي تقدر تقيس مستواك في هذه المباراة جيد أم سيء بناء على الأسلوب. وهذا الأسلوب واضح جدا من خلال نشوف الاستخدام الكرات الطويلة، اللعب خلف المدافعين والوصول إلى المرمى بأسرع وقت ممكن. الخريطيات هو يعتبر ثالث فريق يلعب كرات طولية، عنده 10% من الكرات اللي يلعبها باستمرار خلف المدافعين، هو يعني يأتي بعد العربي والخور. إذن هذه الفرق تلعب دائما بالكرات الطويلة، وإحنا نشوف هذه الكرات دائما باستمرار من المدافعين ودائما للأمام للمهاجمين، تجاوز أكبر عدد من اللاعبين بالنسبة للخصم، والوصول بالسرعة الممكنة إلى مرمى الخصم. الفضل في ذلك بالنسبة لنادي الخريطيات ودور أنور ديبة باستمرار كلاعب صانع لعب، عنده تقريبا أكثر من 19 مساعدة للتصويب، يعني هو اللي دائما يخلق الفرص ويخلق الأسيست للتصويب لإنهاء الهجوم، وهذا طبعا يعتبر من أفضل الأرقام بالدوري، ثاني أفضل رقم. وعنده أكثر من 149 تمريرة للأمام، يعني بأكثر من التباتا وأكثر من نمتاهي اللي هو أنور ديبة، ودوره الكبير صراحة في نادي الخريطيات اللي هو يقدر أنه يخلق باستمرار الفرصة الهجومية الجيدة بالتمرير للأمام. وحتى كذلك أن الخريطيات عند الأسلوب اللعب اللي هو ممكن من خلاله أنه يبني الأسلوب الجيد. إذا إحنا نقول برافو للخريطيات في هذه المباراة على الأسلوب الواضح والصريح اللي احنا ممكن كفنيين نحكم على أسلوب طريقة أداء الفريق، وفي نفس الوقت الفريق نفسه يقدر يحكم على مستواه في المباراة إذا هو أدى بشكل جيد أم لا. برافو النادي الخريطيات أيضا على اللاعب عبد الهادي نعمان بالضبط، اللاعب تحت 23 للأمانة موهبة كروية، ونتمنى له إن شاء الله واخترنا احنا مرة من الجولات في من ضمن أفضل اللاعبين، نعم، وبالتالي يؤكد على استمراره وتواجده وحضوره في شكرا هذا. لإدارة نادي الخريطيات، هذا اللي احنا نبغيه لإدارات انديتنا. مشاهدينا الكرام في التحليل هذه المرة احنا اليوم على قولتهم دلعون على ما يقولون، جابوا لنا كاميرا بانورامية فهد خاصة بالتحليل وبنتكلم فيها اول مرة تظهر، خاصة لبرنامج 90 دقيقة. نوقف اللقطة ونشوف شوي الان جميع اللاعبين متواجدين في هذه الصورة، ونبي نتكلم عن آخر 15 دقيقة من المباراة واللي هي تعتبر من أهم الفترات الحيوية والرئيسية في المباراة في عملية الوصول لمنطقة الجزاء وخلق الفرص. ممكن يكون هناك في فرص تهديفية مثل ما شفنا السلية اللي استطاع يسجل في الوقت الأخير من المباراة. نشوف ستوب، نوقف اللقطة الآن أخوي فالح. في 15 دقيقة هذا إيش اللي راح حصل في المباراة؟ المباراة صارت مفتوحة بشكل كبير، المساحات متواجدة، والفريقين عندهم القدرة بشكل كبير جدا أنه يوصلون منطقة الجزاء وينهون الهجوم بالشكل الجيد. نشوف الآن
في هذه الكره السينيه ينهي الهجوم بالوصول الى منطقه الجزاء من خلال كره عرضيه عبد القادر الياس يلعبها في منطقه جزاء نادي السد، ونشوف الان السد في اقل من 3 تمريرات او 4 يقدر انه يوصل الى مرمى منطقه جزاء السينيه ومرمى السينيه. شوف الان لمسه واحده، الثانيه الثالثه بتحصل الكره داخل منطقه الجزاء. فاذا في بحث باستمرار، العامل البدني حاضر، رغبه اللاعبين متواجده في عمليه التسجيل، والمباراه صارت مفتوحه اخوي فالح. الان 1-1 نشوف بالنسبه للسيليه وبالنسبه للسد. نشوف الان كذلك بعد استخلاص السد الكره وصول لمنطقه جزاء السيليه بشكل سريع جدا، وتحققت اكبر نسبه من الوصول في هذه الجوله، اقول في هذه الربع ساعه الاخيره، اكثر وقت وصلوا فيه الفريقين من اي وقت اخر من خلال 90 دقيقه. نشوف الان لمسه كذلك الحارس يلعب الكره بشكل طويل، وخروج فريق لاعبي السيلية بشكل متكامل وإسناد خلف الكرة. ستوب، نوقف اللقطة ونشوف الآن تواجد الياس في هذه المنطقة وكرة طويلية كذلك إلى منطقة الجزاء. إذن في أقل من 3 لمسات يستطيع نادي السيلية يوصل أنه منطقة جزاء نادي السد. نكمل اللقطة ونشوف. إذن هذا طبعا راجع إلى عدة عوامل، الأسلوب موجود، التمرير للأمام موجود، تواجد اللاعبين داخل منطقة الجزاء والإسناد بشكل جيد جدا، واللياقة البدنية والسرعات المتواجدة عند اللاعبين سرعت من رتم المباراة وخلقت إثارة كبيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة. زين فهد، أنا شباب وقفنا شو بس اللقطة فهد، إحنا ما بي أتكلم على موضوع اللقطات الفنية، أنا اللقطات الفنية ظهرت لي بهالكاميرا بشيء جميل جدا. صحيح، فأتمناها كل أسبوع أشوفها. بالضبط، خاصة إن إحنا نشوف اللاعبين يعني في الصورة الكاميرا كاملة. الكاميرا إحنا نبيها، الكاميرا توضح باستمرار، نبيها دائما كل أسبوع نبيها بإذن الله. إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيبها إن شاء الله في أحد المباريات كذلك، ونتكلم عنها بشكل جميل جدا. يعني هذا لما نشوف اللاعبين الآن كلهم ظاهرين في الصورة تقدر تتكلم عن الشكل التكتيكي بالشكل المطلوب. فأنا أقول يعني برافو للسيلية والسد اللي هم امتعونا في آخر ربع ساعة من خلال عدم إضاعة الوقت، الكرة دائما حاضرة في الملعب، والوصول من منطقة الجزاء، احنا نقول بوكس تو بوكس اللي هو الوصول بشكل سريع جدا لمنطقة جزاء الخصم اللي من خلال تقدر تسجل وتحضر الفرص الخطرة بالنسبة للفريق. فهد، احنا وصلنا لفقرة أفضل مدرب، فقرة فهد ثاني. مشاهدينا الكرام، عندنا جوركوف، عندنا باتيستا، عندنا مدرب نادي الخور ضمن 3 مدربين. أي مدرب فهد؟ كازوني مدرب الخور. طبعا كازوني كان أفضل في هذه الجولة وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنها الجولة الثانية له مع نادي الخور، وشفنا الأسلوب المميز بالنسبة لنادي الخور في اللعب، واللعب كمنظومة واحدة، واحنا جبنا لقطاتها وكمواقف تكتيكية شلون الخور استطاع انه هو يحدد يعني من خطورة نادي الريان، وما استقبل في هذه المباراة الا 6 تسديدات فقط على المرمى، فيعتبر النسبة الاقل في دوري نجوم قطر حتى الان، الفريق استقبل فقط 6 تسديدات. جوركوف كذلك وباتيستا، يعني احنا لاحظنا في هذه الجولة كلهم مدربين اجداد لاول مرة في موسم دوري في دوري نجوم قطر. جوركوف فهد من بداية الموسم، وكان من 10 سنين او 12 سنة كان موجود في الغرافة ايضا. طيب، بس احنا يعني نعتبرهم في هذا الموسم انهم يعتبرون يعني حاضرين غير الفرق اللي جددت مع بعض مدربينها. لكن احنا نتمنى من هؤلاء المدربين انه ما يكون تواجدهم فقط استغلال للروح المعنوية بالنسبة للاعبين والإرادة، إنما يكون ترسيخ للمبادئ التكتيكية داخل أرض الملعب اللي ممكن من خلاله يكون حاضر في الجولة القادمة. نختار جوركوف في هذه الجولة وفوزه المستحق على نادي العربي بنتيجة كبيرة. نعم، مشاهدينا الكرام، نروح شوف أرقام جوركوف، وفهد ثاني اختاره بناء على هذه الأرقام والنظرة الفنية له من خلال مباراته مع العربي اللي فاز فيها ب3 أهداف مقابل لا شيء. مشاهدينا الكرام، اذا جوركوف مدرب نادي غرافه هو افضل مدرب عندنا في هذه الجوله، ولكن
عندنا فهد في بعض الشغلات اللي اخترناها المواقف التكتيكية اللي كانت حاضرة في هذه الجولة. في هذا الجولة بالضبط، يعني خاصة احنا اخترنا موقفين تكتيكيين، موقف إيجابي وموقف سلبي. بالنسبة للموقف الإيجابي اللي احنا دائما باستمرار نأكد على عمل الفريق كمجموعة وكنظام متكامل، واحنا هذا المجموعة والنظام المتكامل لاحظناه في مباراة الخور أمام نادي نادي الريان، وكذلك في مباراة الغرافة مع النادي العربي، وذلك من خلال التزام اللاعبين بواجباتهم التكتيكية داخل أرض الملعب والتحرك كمنظومة واحدة. الخور يعني في هذه الجولة كان مترابط متماسك، ولو نشوف اللاعبين الآن في هذه اللقطة ثلاث خطوط موجودة داخل أرض الملعب، وعشر أمتار أو تسع أمتار بين خط الهجوم وخط الوسط، وعشر أمتار بين خط الوسط وخط الدفاع. ونعتقد هذا الترابط دائما يصعب من مهمة الخصم في الاختراق والوصول بالكرة إلى مرمى الخصم. والعكس كذلك بالنسبة لنادي الخور والتحرك للأمام خلف الكرة باستمرار وتضييق المساحات واللعب كمجموعة واحدة، أعتقد من أهم المواقف اللي احنا ممكن نشيد فيها بالنسبة لنادي الخور، ونقول ان احنا هذا الفوز ما أتى من فراغ، انما أتى من خلال اسلوب لعب واضح، ونشوف حركة اللاعبين باتجاه الكرة باستمرار وخلق التوازن داخل أرض الملعب بإغلاق المساحات اللي متواجدة بجانب الكرة، وجعل المساحات اللي هي غير مؤثرة بعيدة عن الملعب تكون فاضية. وهذه أعتقد اللقطة توضح لنا كيف كان الخور مترابط بشكل كبير جدا ومتماسك، وبالتالي صعب من مهمة نادي الريان في الوصول إلى مرمى نادي الخور وفق أسلوب ولعب وخيار تكتيكي مناسب. استطاع كازينو أنه هو يوظف اللاعبين بهذا الشكل، ونقول إحنا برافو بالنسبة لنادي الخور، نتمنى أنهم يستمرون بهذا الشكل وبهذا الأداء حتى أنهم يثرون الدوري، وبالتالي يستطيعون أنهم يبتعدون عن منطقة الخطر بالأسلوب وبالتكتيك المناسب، وليس فقط بالبحث عن نتائج بدون وجود أسلوب واضح بالنسبة للفريق. فهد أنا أتمنى صراحة الشكر اللي سمعته اسمع الجولة الجاية من دوري نجوم كيومبي إن شاء الله على نفس المدربين والفرق اللي احنا تكلمنا عليهم بإذن الله. هذا الموقف الإيجابي فهد التكتيكي، هذا الموقف الإيجابي كذلك نادي الخور يكرر نفس العملية، ونأكد على أن الأسلوب هذا ما كان عارض، إنما كان نتيجة عمل متكامل بالنسبة للفريق طوال فترة المباراة، اللعب لتسعين دقيقة والمحافظة على نفس الأسلوب، وهذا طبعا هي القيمة الأكبر بالنسبة للفرق. الموقف التكتيكي السلبي اللي احنا شفناه مباراة نوقف مباراة الدحيل وأم صلال، ارجع الكرة باستمرار للخلف خاصة في الكرة الثابتة، يعني نشوف الكرة اللي رجعها الآن لورنس فيها أو أنس مبارك في هذه اللقطة للخلف، عادة ما يعطي الفريق الخصم فرصة أنه هو يعيد تنظيمه ويطلع أنه يضغط عليك في ملعبك، وبالتالي يستطيع أنه يسترجع الكرة. نشوف ستوب الآن، الكرة كانت متواجدة أخوي فالح في هذه وقف اللقطة الكرة كانت متواجدة في هذه الجزئية، وكان ممكن أن تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء واكتساب أرضية ملعب وصعود الفريق الخصم، لكن الآن نشوف أن نادي الدحيل تمكن من الموقف، بالتالي ممكن أنه يستخلص الكرة. نكمل اللقطة الآن، نشوف المحاصرة وبالتالي ممكن الكرة يفقد الفريق الكرة. لقطة أخرى نشوف الآن ستوب، نوقف اللقطة ونشوف بلال محمد والكرة موجودة عنده في هذه اللقطة، ونشوف الآن الفرصة اللي ممكن كانت تلعب في هذا الجانب. نرجع باللقطة شوي شباب ستوب، نشوف الآن الفرصة اللي كانت ممكن تلعبني في هذه المساحة، وبالتالي ممكن تكون هجمة واعدة بالنسبة لنادي أم الصال، لكن التصرف باللعب الكرة باستمرار الأمام. هذه المباراة شهدت تقريبا 22 رمية تماس أخي فالح بالنسبة لنادي دحيل، أربعة من رميات التماس فقط استطاعوا أنهم يلعبونها للأمام، ما بقي رميات التماس كانت كلها ترجع للخلف. فإذا عملية الإرجاع الكرة باستمرار للخلف أعتقد أنها عملية أو جانب سلبي باستمرار، خاصة في الكرة الثابتة نحاول نحن نشجع الفرق أنهم يلعبون من أمام، خاصة أن اللعب يعني ست بيس اللعب ثابت، تستطيع أن يكون هناك في تحرك، وتستطيع أن أنت تزيد عدد اللاعبين أمام الكرة، وبالتالي تلعب الكرة بالشكل المطلوب. فهد ترى من الموقف هذا حصلت كرة في مباراة العربي والغرافة اللي جاء منها ركلة الجزاء وجاء هدف نادي الغرافة، صحيح، اللي هو يوم رجعها للحارس بالضبط زين، وتم الضغط عليه بشكل وكمل تارمي الضغط على حارس المرمى وتسبب ركلة الجزاء. الكرة انفقدت من خلال ضربة ثابتة، وضربة ثابتة في وين؟ يعني في 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 ملعبك. فأنا أعتقد أن هذه الأمور نشوف الكاميرا اللقطة كذلك، الآن الفرصة موجودة ستوب، شوف اللعب للأمام وين أخي فالح، الخيارات اللي موجودة عنده أكثر من خيار، لكن لعب الكرة للخلف وأعطى الخصم فرصة أنه هو يضغط. أنا أعتقد هاي مواقف سلبية، المفروض أن احنا لاعبين يمتلكون الخبرة وعندهم المعرفة والدراية الكاملة، لابد أن هم يستقلون هذه الأمور لصالح فريقهم. شوف هذه الآن رمية التماس ستوب، نرجع باللقطة أخي فالح، نرجع باللقطة شباب،
نرجع باللقطة ونشوف الآن رمية التماس ستوب، الخيار واضح، نشوف الخيار، الخيار موجود، نعم هنا موجود، موجود، ورمية التماس للأمام توصل الفريق وين؟ إلى منطقة خطر، خاصة أن اللعبة هذه ما فيها أوفسايد، لكن يتم رجاع الكرة للخلف بشكل خاطئ، وبالتالي يعطي مجال للخصم أنه هو الكل يصعد خلف الكرة. وهذا أنا قلت لك يعني 22 رمية تماس، فقط 4 رميات تماس تلعبها للأمام، أنا أعتقد أن هاي الرمية التماس ممكن تسجل منها، ممكن تسجل منها هدف، لكن نشوف الكرة وين ترجع في فالح. شوف الآن حتى التمرير كان موجود للأمام، تقدر تمرر للأمام وتخترق وتوصل ملعب الخصم، لكن هو رجعها لملعبه، رجعها وشوف الخصم شلون تصرف الآن، بيطلع من منطقة جزاء وبالتالي عنده مساحة أكبر أنه يدافع فيها. نكمل اللقطة شباب ونشوف التصرف اللي كان، يعني اعتقد انه يعني مع نادي دحيل المفروض انه ما يتصرف، خاصه انه فريق متميز ومتمرس قوي هجوميا. نعم فهد، عندك رساله اسبوعيه دائما نوصلها لشيء معين، لنظره معينه، لموقف معين. دائما احنا نقول يعني مش الامور التكتيكيه فقط هي اللي دائما يلقى عليها اللوم ويلقى عليها الضوء ويتم يعني نظر لايجابياتها وسلبياتها، بغض النظر ما احنا نشوف الروح المعنويه والتزام اللاعبين بادوارهم، عاده ينجح الاسلوب والتكتيك بالنسبه للفرق، وهذا طبعا اللي نجح مع نادي قطر ونادي الخور في هذه الجوله، وناكد عليه التزام اللاعبين بواجباتهم والروح المعنويه العاليه اللي المفروض تكون حاضره داخل ارض الملعب، حتى يتم ترجمه الاسلوب الفني او التكتيكي بالنسبه للفريق الى أداء ونتيجة إيجابية بالنسبة لهذه الفرق. فاحنا نشكر الفرق هذه اللي قدمت روح معنوية عالية، ونتمنى أن هذه الروح تكون متواجدة في جميع مباريات دوري النجوم بإذن الله، لأن إذا وجد الروح في الدوري وأيضا الفرق والمنافسة وحضرت الفرص وحضرت كثير من الأمور. شكرا لك فهد، مشكور أخوي، ما قصرت، يعطيك العافية، بيض الله وجهك، وجهك أبيض. مشاهدينا الكرام، حنا راح نروح اللي عندنا اللعب الفعلي، وبعدها راح نطلع فاصل، وبعدها راح نستقبل الكابتن نبيل أنور وأيضا الكابتن يونس علي، والحديث عن موضوع إقالات المدربين إلى أين. دقيقة برعاية كل ما يخص كرة اليد، هذا برنامج فاست بريك. فاست بريك يأتيكم على قنوات كاس غدا 8:00 مساء بتوقيت الدوحة في كأس QSL لكرة القدم. الخريطيات يواجه العربي، تأتيكم مباشرة على قنوات الكاس الخميس
الساعة 5:35 بتوقيت الدوحة. دقيقة برعاية into the box. What a header! Oh, Shimon Ramos! اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورجعنا لكم في فقرتنا الثانيه وفقره الفقره الاداريه، وراح نتكلم عن المدربين وعن اقالات المدربين وعن عدد المدربين اللي وصلنا لهم حتى الان وخلال الاربع مواسم والاحصائيات اللي موجوده عندنا، وايضا عن الامور هذه والاسباب ليش كثرت الاقالات، العيب في من يعني او المشكله في من يعني، هل هو في اختيار المدرب، في نوعيه المدرب، في الاداره، في نوعيه اللاعبين، يعني اشياء كثيره. ارحب بضيوفي الكابتن نبيل انور، مساك الله بالخير ابو خالد. الله يمسيك بالنور والسرور اخوي فالح. بدايه احب امسي عليك وعلى اخوي الكابتن يونس وعلى مشاهدين قنوات الدوري والكاس. يونس علي مساك الله بالخير. مسيك بالنور اخوي فالح، ومسي على جماهير على مشاهدين قنوات الدوري والكاس. الله يمسيكم كل نور ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، راح نتكلم عن الاسباب وراح نناقش المدربين في برنامج 90 دقيقه المختص في الدوري، دوري نجوم كيو ام بي، ولكن الان الى 90 ثانيه. كبير بالنسبة له كمدرب، هل يخدم نادي قطر؟ أي شيء مثل تيانو الأرجنتيني الآن، يا الله على هذه التسديدة، تسديدة تصطدم بالقائم الأيمن، تذهب جانبية لمرمى الحارس، يزن نعيم صادق الرابع مونتاري الى ممار لعب حركه بدوران، طلع من اللعيب للثاني، طلع من الثاني للقدام، وهدف اول، هدف اول مش معقول. روعه 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 روعه. لسه شوف معاه سجل على الخريطيات سته، وبعد ذلك كره اللعب ولكن الى خارج ارضيه الملعب، سجل على الخريطيات سته. يقول شو اللي قاعد يصير؟ ابدا.
استبداله. هذه هدف مقابل لا شيء، الكرة تصل إلى خارج أرضية. عبد القادر سعد الدوسري، عبد القادر يا سلام. في مصلحة عادل أحمد في منطقة الجزاء يسقط، لا زالت المحاولة مستمرة في اللحظات الأخيرة. الخور الخور مشاهدينا الكرام، نروح لتويتر وراح نشوف حاليا حتى الآن اللي وصلوا 708 في استفتاء ما هو السبب من وجهة نظرك في تعدد تغير مدربين دوري نجوم كيومبي. الأغلب قال أنه إدارات الأندية هي 50%، يعني عدم الاختيار الجيد 39%، فشل هؤلاء المدربين 11%، يعني الأغلب راح مع إدارات الأندية. احنا راح نتناقش وراح نرجع مرة ثانية لتويتر وراح نتكلم حتى على بعض التغريدات اللي موجودة في تويتر. نبيل، يعني 8 جولات 8 مدربين، 5 مدربين، يعني نتكلم على ثلث، مش يعني مش عدد، مش رقم بسيط يعني. شوف، خلنا نتفق على شغلة واحدة، مثل ما تفضلت أخوي فالح، أنت في أول 8 جولات لما يكون في رحيل 5 مدربين نسبة عالية الصراحة. نتكلم هي بداية، دائما البداية تكون لأي فريق أو لأي عمل بداية جدا مهمة. إذا أنت بدايتك ما كانت زينة، تأكد أن النهاية ما راح تكون زينة. فأعتقد الفرق اللي بدت بداية مش طيبة، يعني معناتها المشكلة عندها هي فرق. هي أنت لما تجيب تقيل مدرب بعد 4 أو 3 جولات، فمعناتها أن المشكلة منك أنت، لأن اختيارك أنت من البداية ما كان سليم. فيعني نسبة كبيرة صراحة. أنا أولا أنا ضد قرار اللي قاله، يعني من أول 4-5 جولات بصراحة. يعني قرار ما نقول متسرع، ولكن قرار يا أخي ما أنت ضد، يعني ضد هالقرار. يونس، يعني أنا أتكلم اليوم، إحنا وصلنا إلى مرحلة بالاحتراف بالشكل الكبير، يعني خلينا نتكلم من ناحية الأمور المادية، من ناحية اللاعبين، من ناحية أسامي المحترفين اللي مروا علينا، من ناحية أسامي أيضا المدربين العالميين ولعيبة عالميين نجوم يعني وصلوا اليوم عندنا. لكن أنا متى أكون يعني احترافي أيضا بمجال الإدارة؟ ولكن أيضا لما أقول أنا في إدارة محترفة، فهناك في خلل آخر في اختياري للمدرب. ليش؟ أخوي فالح، تكلمت عن الاحتراف الإداري، أنت خلنا نبدأ من إذا نبي نحل المشكلة، إحنا نشوف أسباب إقالة المدرب، بعد إحنا نقدر نوصل حق الحل اللي إحنا نطمح له، إنه يكون في استقرار فني. اولا ابتعاد، انا اشوف وجهه نظري ابتعاد اللاعبين السابقين عن التواجد في الادارات الحاليه، لان اغلب اللاعبين السابقين ما راح يرضون بالوضعيه هذه، ان اختار مدرب بشكل سريع وقالت مدرب بشكل سريع. احنا نتكلم عن تكلمنا في حلقه سابقه ان عن اهداف الفريق. احنا اليوم حتى لو نشوف جدول ترتيب اخرطيات اقل مدربه بعد جولتين، وهو اصلا صار له 5 سنوات ينافس على الهبوط، يعني الخسارة من أول في أول جولتين مش غريبة على نادي الخرطيات، مع كامل الاحترام لنادي الخرطيات. العربي اليوم نشوفه في المركز السادس، لو تكلمت مع أي مشجع عرباوي أو إنسان ينتمي لنادي العربي تقول له شنو طموح الفريق، راح يقول لك والله أن نكون في المنطقة الدافئة. اليوم العربي متواجد في المنطقة الدافئة، العربي حقق الانتصارات أمام الفرق المنافسة يعني المباشرة، باستثناء فوزه على المصطلح اللي كان ممكن نوع من المفاجأة. باقي المباريات اللي خسرها قدام الفرق الصعبة، يعني من السد والدحيل السد والريان والسيلية، فرق ممتازة صراحة. احنا نتكلم عن الصبر، هل الصبر موجود عند من الإدارة على المدرب؟ ما أعتقد موجود، خاصة أنك تتغير مدرب بعد أول 5 جولات. أنت طموحك أو أهدافك في الموسم شرحتها للمدرب قبل لا يبدأ الموسم؟ هل أنت الفرق اللي قاعد تغير مدربين هل كان طموحها أن توصل مواصيل السد ودحيل؟ هل هي عندها دائما أنا أسمع يقول لي أنا أبغي المنطقة الدافة، دائما يقول لك أنا بالثبات، متى بينافس؟ زين، أنا أنت لما تبي تنافس من متى يونس؟ أنت مفروض أنت اليوم مدرب، لما أقول لك أنا تعال أستلم النادي سيم الأندية، مفروض من متى تستلمه؟ وإيش وجهة نظرك موجودة فيه؟ أقل شيء إحنا خلنا نتكلم اليوم على العربي، يعني آخر مدرب تم إقالته هو لوكا.
هل المدرب القادم بيكون مدرب طواري أو هل المدرب القادم بيكون مدرب يدرب الفريق السنة يشوف وضع الفريق ويشتغل حق الموسم الجاي؟ فأعتقد إحنا إذا أنت تبغي الاستقرار، إذا أنت تبغي تسوي نقلة في الفريق، أن أنت تتعاقد مع مدرب ما يكون مدرب طواري، يكون مدرب للمرحلة المقبلة، الاستراتيجيك، لأهدافك أنت اللي تحطها في قدام عينك حق المواسم الجاية. أما أني أنا اليوم أشيل مدرب بس لأن نتائجها كانت سيئة، إيش الأسباب اللي أدت إلى النتائج السيئة؟ بشكل عام أخوي فالة، إحنا يعني في منطقة الخليج أو المنطقة العربية ما عندنا الشجاعة. إحنا يعني نتكلم في التقصير في الجانب الإداري، يعني يطلع إداري أو يطلع مسؤول يقولك أنا قصرت، أنا ما قدمت للفريق. اليوم أنت إذا نادي تحيل أو نادي السد ابتعد، يعني مثلا كانوا سيئين نفترض بداية الموسم، أنت ممكن تلوم المدرب. الإدارة وفرت كل شيء، من لاعبين، من كل الأمور متوفرة لك، بس إحنا نتكلم عن أندية محترفين يقعدون على دكة البدلاء. فأنا شلون أحاسب المدرب على المستوى الفني أو على أي شيء كان؟ ثانيا حتى غياب اللاعبين في المجال الإداري، أنت محتاج لاعب يتناقش مع المدرب، رئيس جهاز يتناقش مع المدرب، رئيس جهاز يشارك في قرار التعاقد مع المدرب أو إقالته، كل هالأمور مش موجودة أخوي. زين بنروح لتويتر شوي. في اليوم جاء بعض الردود على موضوع قرارات المدربين والحديث مع المدربين. راح نبتدي في أخونا عبد الغادر، موجود كتب قال: اختيار موفق يا فالح، هذه خامات مدفونة وعندها رصيد كافي من الخبرة في كرة القدم القطرية بشكل عام. أتمنى لك التوفيق ولهم والاستمرار في إظهار شبابنا على القنوات الرياضية، يعتبر إنجاز بحد ذاته. شكرا لك وللقائمين على قناة الكاس، لا شكر على واجب، هذول أخواننا وربعنا، وإذا إحنا ما دعمناهم من يدعمهم؟ هذا بيتهم، قناة الكاس لهم هم ولها القطر كلهم. بالنسبة لجمال كواري قال: كثرة إقالات يا نبيل، كثرة إقالة المدربين، ما في ردع للأندية، وإدارات الأندية المفروض تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف المدربين. إذا كنت صارم ما حد راح يغير. وانتهينا. شوف انك انت تردع الأندية او تدخل، يعني ما نقول انك تدخل، انك تدخل في شؤون الأندية، ما اعتقد ان توصل ان الاتحاد ممكن يعني يوصل للمرحلة هذه. دائما الاختيارات تكون وفق الرؤية لاي نادي. احنا ما راح نخص نادي معين، نتكلم بشكل عام. انت لما تجي لكن ضوابط معينة كاتحاد او اليوم حطوا يقول لك ما راح تغير مدرب الا لما تحط كاش، حتى مو بشيك ضمان. طيب هذا اوكي، هذا شيء طيب زين، ولكن انت لما تجي، انا اتاكد من شغله واحده اخوي فالح، الانديه مش من هوايتها ان تغير المدربين. انا اتكلم عن البعض مش الجميع. اوكي، في قصور من بعض المدربين وفي قصور من بعض الادارات، هالشيء طبيعي، ولكن في بعض الانديه اذا غيرت المدربين اكيد هناك وصلوا معاه لطريق مسدود، ما في حلول. يعني احنا سمعنا من يومين سعاده رئيس النادي العربي كلامه في برنامج المجلس، ذكر الاسباب اللي خلت النادي العربي تقال لوكا، وصراحه كلامه كان جدا منطقي، ما كانت الهزايم فقط، ولكن في اشياء ثانيه اخلاقيات هو يعني ادرى يعني المدرب فيها. عندك من العام. طيب احنا انت ما عرفته يعني؟ شوف ما مر على نادي الشحانية قبل، ما مر على نادي الاهلي قبل، صحيح، ولكن هو انا اقول لك اياها مثل ما ذكر، يعني اليوم احنا ظروفنا كانت ما كانت تسمح لنا، حتى في الفتره السابقه كانت علينا ديون وعندنا ظروف ما قدرنا نبدل، فهذه ظروف ما راح احنا نقدر يعني نجزم فيها، لان هذه هي داخل النادي العربي ويعرفون. ولكن احنا لما نجي بعض القالات، هذه حاله واحده، لما نجي تتكلم عن اربع حالات اخرى، يعني تتكلم عن حالة مثلا بعد الجولة الثانية أو بعد الجولة الثالثة. طيب مثل ما تفضل أخوي يونس، أنت بداية الموسم جيت قعدت مع المدرب يوم وقعت معاه، أنت ما جلست معاه، ما شرحت له إيش طموحك، أو أنت ما قلت له إيش الأهداف اللي نبيها. إحنا مشكلتنا أخوي فالح إحنا ما نصبر، إحنا نستعجل. أنت قبل ما توقع مع المدرب لازم تجلس مع المدرب، المدرب هل عنده الأدوات؟ هل البيئة صالحة للعمل معاه؟ كيف البيئة صالحة يعني؟ البيئة صالحة ان المدرب اللي يبيه المدرب يوفرون له، ما راح تتدخل في شغل المدرب. اليوم ما راح تجبر المدرب. انا اعطيك مثال، هي جزئية بسيطة ولكنها تفرق في يعني في كرة القدم. يجيك المدرب يقول لك انا ابي مهاجم. طيب اخوي فالح معي؟ يقول لك انا ابي مهاجم.
انت تروح تجيب له مهاجم. طيب المهاجم اللي يبيه المدرب ايش المواصفات؟ المدرب يلعب اي اسلوب، يلعب دفاع منطقه ويلعب الكرات يعني هذا اذا المدرب يختار، الاداره هي اللي تختار. ايوه وصلت اللي ابي انا. فهمت قصدي؟ احنا لو نعطي المدرب الصلاحيه، لو نخليه يختار المحترفين ويختار مراكزهم وحتى مواصفاتهم هني. إيه تعال يا كابتن انت اللي اخترت اللعيبه. احنا المشكله نجي نسمع دائما اي مدرب اقاله اي مدرب خفالح يطلع لك في الجرايد ولا في الاعلام شو يقول؟ انا اجبروا علي اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني. نفس هذا نصيف تكلم في هذا الموضوع. كابتن نصيف ذكر قال انا اللعيبه المحترفين يوسف الكناوي وعبد الهادي حلحود. ايضا يونس انا بروح اتكلم عن شغله ريان. حتى هالسنه ريان يعني ما انا ما اعرف ريان اليوم على قولتهم اعتذر الفاسكو يعني انه يكمل معاهم. تعاقدوا مع بولند. ريان حقيقة من بداية الموسم نعم كان يفوز ويقدم نتائج لكن ما كان يقدم مستوى. كنا احنا متوقعين ان ريان يتعثر في 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 اقرب يعني في اقرب فرصة ممكن ريان بعد خسارة او خسارتين يبدا ريان في الهبوط وتبدا المشاكل تطلع مرة ثانية. ريان حقيقة بالنسبة لي انا شخصيا ريان مش مهيئ انه يدخل الموسم وينافس على الالقاب. امور كثيرة اثرت عليه سواء مدرب جديد، محترفين تم التعاقد معهم في آخر وقت، ما كان يعني ما كانوا مع الفريق في فترة الإعداد، تدعيم على مستوى المواطنين أعتقد ما كان موجود في الخط الخلفي، وخاصة أن الريان يعاني بشكل كبير في خط الدفاع. إلا أنه وأنا أقول لك الريان الخلل وين؟ الخلل إذا كان في خلل، الخلل يتحمله الجميع صراحة. أنت كإدارة ما تعاقدت مع لاعبين على مستوى عالي من بداية الموسم يكونوا مع فريق مع الفريق في فترة الإعداد. نسمع عن مشاكل كثيرة في نادي ريان من أمور مادية ما أعلم مدى صحتها. لكن أنت لما تختار مدرب بدون محترفين تروح الإعداد بدون محترفين وخلفان يروح المعسكر بشكل متأخر أعتقد أمور كلها تأثر على الفريق. ليش؟ أيضا السبب. أنت كمدرب شو الأسباب اللي خلت كل هذه الأمور تصير؟ ما أعلم. هو عدم الاتفاق يمكن بين المدرب والإدارة على المحترفين. يمكن المدرب كان يطالب محترفين كان من الصعب انه يتعاقد معهم. هذه امور صعب انه وصل لها. في خلل معين في اداره نادي الريان. اداره الريان حقيقه اذا اللي إذا قاعد يصير تحمل اداره نادي الريان ولا تحمل المدرب؟ لا 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 اكيد اذا في اي 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 تقصير او اي نتائج سلبيه تحملها الجميع، وفي المقام الاول تتحملها الاداره ومن ثم ايضا المدرب. فالح انت لما توافق على انك تتوقع مع فريق او تدرب فريق انت لازم تكون عندك نظره كافيه على الفريق وعن ظروف الفريق وعن كل الامكانيات اللي موجوده. لما انا اتعاقد مع فريق انا كمدرب واجي بعد جولتين اشتكي اقول والله ما عندي لعيبه، انت يعني ما كنت تعرف الفريق ما تعرف الامكانيات اللي موجوده في الفريق. لكن نتمنى ان الريان فريق كبير وفريق نتمنى انه يرجع للمنافسه باسرع وقت، ونتمنى انه يكون تكون فتره التوقف هذه مفيده للريان وانه يرجع يرتب اوراقه ان شاء الله. نرجع تويتر. نروح للتغريدة اللي فيها الاستفتاء. حسن حمود محلل قنوات الكاس الرياضية ذكر شغلة في تويتر. السبب في تغيير المدربين بكثرة في دورينا استهتار الإدارات في اختيارهم من البداية، وهذا يرجع لعدم وجود محاسبة حقيقية من الجمعيات العمومية والجهات المعنية على هدر هذه الميزانيات الضخمة. نبيل أتفق معه. دائما احنا نشوف دائما الجماهير تتكلم وتنتقد الإدارات وتنتقد عملهم وتنتقد ليش جبتوا المدرب الفلاني وتنتقد. طيب انتوا ليش ما تروحون في الجمعيات العمومية وتناقشون؟ ليش ما تطالبون؟ ليش احنا نقعد دائما عبر وسائل التواصل الاجتماعي نطالب؟ طيب في جمعيه عموميه، اطلبوا جمعيه عموميه غير عاديه، اقعد ناقش طالب. انت مشجع غيور على النادي تطلع تكتب لي في التويتر ولا تكتب لي في، ما راح الرسائل هذه ما راح توصل لاداره النادي. انت لازم تخلي اداره النادي امام الامر الواقع. ليش حسس اداره النادي ان هالنادي له جماهير له محبين؟ يعني الوضع احنا شوف بقول لك اخوي فالح، احنا دائما اذا نتكلم عن مشكله احنا ما نشوف يعني ما ندور الحل الامثل، نروح الحلول
اللي ما راح يجيب يعني سريعة. اي الحل الامثل وين؟ دائما اقعد مع ادارات الاندية، مثلا التعاقدات اللي تعاقدها ادارات الاندية مع المدربين، من اللي تعاقد انت هالمدرب هذا؟ وش هل انت نبيل، انت كنت لاعب واليوم مدرب، من اللي تعاقد؟ تسالني انا؟ ايه انا اقول لك اياها، المفروض إيه؟ ما بالمفروض، انت من حاليا من اللي قاعد يتعاقد؟ ادارات الانديه تتعاقد من رئيس النادي، رئيس الجهاز المدير التنفيذي. طبعا الكلمه الاولى والاخيره رئيس النادي، ولكن لابد ان يعني في دكتاتوريه من ناحيه التعاقدات؟ لا ما اعتقد، ممكن بعض الانديه فيه، ما عندي علم فيها. لا جامل، لا ما جامل، انا ما اشتغل في كل الانديه، انا ولا قاعد اشتغل فيه، بس انا اقول لك المفروض. بس انت عايش في الوسط وتعرف. المفروض يا اخوي فالح الكلمه الاولى والاخيره رئيس النادي، ولكن لابد ان وجود مستشارين فنيين عارفين امور اللعبه وخفايا اللعبه، هم اللي يختارون المدرب. يعني الحين رئيس النادي يختار المدرب واللاعبين يونس؟ نتكلم بشكل عام، يمكن الاداره، يمكن رئيس جهاز، مدير الفريق، لكن نرجع نقول هل الاشخاص اللي يقعدون في غرفه الاجتماعات يختارون المدرب هم لعيبه سابقين؟ هل هم انت حتى كان المدرب لما يجي المدرب ويعرف انه والله رئيس الجهاز لاعب دولي عنده 100 مباراه دوليه، عنده خبره كبيره في الملاعب، نظره المدرب او تفكير المدرب ونقاش كلام المدرب مع الاداره يتغير بشكل كبير، حتى في اختياراته يكون دقيق اكثر. انت لما تجيب مدرب وتجيب له اداريين رياضيين سابقين، اعتقد امور كثيره بتسهل على المدرب، لان لغه الرياضه ولغه الكره لغه سهله جدا، يعني اللاعب اللي مارسها والمدرب اللي مارسها ممكن في دقيقه يتوصلون حق اتفاق. لكن انت تجيب لي والله فالح، ما اقول لك والله بعض الادارات فيها لاعبين ولا لا، احنا نشوف الحين في بعض الادارات تحصل رئيس جهاز القدم هو لاعب سله سابق او العكس. ليش ضحكت قبل شوي؟ صدق انا حنتني يا رجال. لا تكلمت عن الدكتاتوريه، ما هي دكتاتوريه، بس احنا نوقع مع المدرب والمحترفين موجودين، من اختارهم؟ انزين عبد الناصر السعدي نائب رئيس الجهاز بنادي خرطيات، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ حال اخوي صالح، امسي عليكم، امسي على اخواننا وياك، الاخ نبيل والاخ يونس. الله يمسيك بالنور. عبد الناصر سؤال، انت سامع كلامنا صح؟ اي نعم سمعت. السؤال الاهم، الى متى انديتنا تتم في اقالات مدربين وتغيير المدربين؟ متى نشوف استقرار فني؟ بس سؤال اخوي فالح، هل هالشيء حصري في الدوري القطري؟ هاي حال الكره في كل مكان. هذه حال الكره في كل مكان، ولكن احنا اليوم ما بدينا، ما قلنا بسم الله 8 جولات 5 مدربين. وللعلم يعني انا عندي احصائيه موجوده حاليا عندي تحت يدي، 6 على 5 أندية خلال 4 مواسم، من ضمنهم نادي خرطيات، من ضمنهم الخور، من ضمنهم العربي، من ضمنهم الأهلي، هم الأندية اللي قاعدين ينافسون على جدول الترتيب، يعني على الهبوط، مش منافسة على لقب، منافسة على الهبوط. خلنا نتكلم عن نادي خرطيات. أنا خلال 10 سنوات كم الإقالات اللي أقلتها؟ ترى أنا أقلت عمار وسيم، أحمد العجلاني، مرشان، ونصيف البياوي خلال 10 سنوات، يعني 4 إقالات في خلال 10 سنوات. هاي مقارنة بالأندية الثانية عدد لا يذكر، إذا استثنينا نادي أو ناديين إحنا من أقل الأندية في إقالة المدربين. أما بالنسبة أن من الإقالة تكون بعد 3 جولات أو بعد 4 جولات، هاي شيء وارد في الدوري الألماني. بعد 7 جولات مدرب شتوتغارت مقال، مدربين الدوري الانجليزي مهددين بالغاله، مدرب ريال مدريد مهدد بالغاله. زين عبد الناصر معلش انا اسف، انت لما تجيب لي الدوري الالماني انا اتكلم، تتكلم لي على مدرب واحد. لما اروح اليوم اشوف مورينيو في مانشستر وصل معاهم لاي مرحله وللحين ما تمت اقالته؟ يعني لما اروح انا في موسم كامل اشوف واحد انا اقول ممكن، لكن اشوف 5 مدربين يعني عدد كبير، في خلل يا منكم يا ادارات الانديه يا في نوعيه المدربين. لا هو بالاخير ترى احنا كادارات نحسبها من الجانب المادي، يعني لما انا يكون عندي مورينيو وابى اشيل مورينيو، المبلغ اللي راح ادفعه عشان اقاله مورينيو كم؟
اخذها بالعكس. مدربين الدوري اللي عندنا لما انا اغير المدرب كم راح ادفع له؟ عرفت التكلفة اللي انا ادفعها على اقالة المدرب؟ طبعا شيء لا يذكر. طبعا انتم كاعلاميين وكناس هذا ما تعرفون هالاشياء اللي تصير بيننا بين المدربين. يعني هل انا اذا قلت المدرب عطنا زين المعلومات اللي احنا ما نعرفها عبد الناصر؟ ان انا الحين الكل ماسكنا في موضوع نصيف انه هدر للمال العام. لا لا انا ما كلمتك على نصيف ولا كلمتك على موضوع الامور الماليه، لكن انا متى اشوف استقرار الحلقه؟ انت من بدايه الحلقه كان يعني نبيل ويونس تكلمت على موضوع نصيف. احنا تكلمنا عن موضوع نصيف انه جولتين وتمت اقالته. نصيف طلع في الاعلام وقال اداره الاخراطيات، معلش اداره الاخراطيات قال ان اداره الاخراطيات فرضوا علي عبد الهادي حلحول ويوسف الكناوي. احنا كنا نضرب مثال. الكلام مو صحيح، الكلام مو صحيح. اولا كل احترام للكابتن نصيف، بس ما فرضنا عليه عبد الهادي حلحول. عبد الهادي حلحول كان باختيار نصيف وموافقه نصيف. بالنسبه للاعب الثاني نظرا لضيق الوقت احنا قررنا ان نتعاقد مع هاللاعب. وامانه بقول لك شيء، بالنسبه لنا يعني المدرب مخير اكيد. انا اذا بجيب لاعب راح اعرض السيفيات على المدرب، المدرب هو يختار اللاعب اللي هو يبغيه. بس عبد الناصر، معليش 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 عبد الناصر، انتم للحين عايشين على السيديات؟ لا لا اي سيديات، هاي الكلام انتم تقولونه. انت قاعد تقول السيديات نعرضها على المدرب؟ لا لا قلت سيفيات. سيفيات حتى سي في ايه سي في، عفوا معليش. في كل الأندية متوفرة عندنا، في كل الأندية احنا نشوفها، المدربين يشوفونها. عندنا حسابات في هالبرامج متوفرة، ما خلاص يعني عدى زمن السيديات. انا اللي قلت السيفيات. عفوا معليش، العتب على السمع مندي حبيب. زين عبد الناصر، متى نشوف استقرار فني في نادي خراطيات؟ متى نشوف نادي خراطيات منافس على الأقل يعني في الخامس السادس الرابع؟ ما نبي بطل، نبي إحنا على الأقل تكون يعني من السادس وأنت طالع. لا لا شوف، البطولة محسومة يعني بين نادي أو ناديين أو ثلاث أندية إذا كثرنا، وهذا حال الكرة في كل مكان. نادي ناديين ثلاثة ينافسون على لقب البطولة، الباقي ينافسون على المراكز الثانية. إحنا يعني على اللعيبة اللي جبناهم هالموسم كان هدفنا إن إحنا نكون في هالمراكز، يعني مراكز دافية. ما توفقنا ترى، لو تلاحظ يعني بعد الجولة الثالثة في كل المباريات قدمنا أداء جيد في كل المباريات، ما كنا موفقين. هل الفكرة اللي كانت موجودة يعني كل المباريات كنا الأفضل وجتنا فرص، بس ما ترجمنا هالفرص لأهداف، وهذا الحال يعني اللي احنا فيها الحين. والله يا عبد الناصر احنا نتمنى كل انديتنا تكون يعني منافسه واثاره موجود في دورينا. ما القى قاب بين يعني اليوم انت يعني انا يحزنني اني انا اليوم اشوف رئيس نائب رئيس جهاز الكره بنادي خراطيات يقول لك البطوله محسومه بين ثلاث فرق اللي هي الدحيل والسد والريان، يعني خلينا نتكلم بصريح العباره. لكن متى تكون عندنا الغيره احنا ننافسهم على هذا اللقب؟ اليوم السيريه ما شاء الله كم سنة حاليا؟ تقريبا 6 مواسم للكابتن سامي الطرابلسي موجود عندي في الدوري، في استقرار فني في المربع قاعدين، يعني أحرج السد في المباراة الأخيرة. لا 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 خليك من العاطفة يا فالح. لا أنا ما أتكلم عاطفة. لا لا عاطفة، لما أنت تقول لي أنا نافس لأخوية ونافس دحيل على لقب الدوري، هاي كلام يعني مو بمنطقي. بالنسبة مقارنة بالإمكانيات الفنية والمادية لهالناديين، لا تجيني تقول لي انا انافس على الانديه، مستحيل. واي واحد راح يقول هالكلام يعني لو انا بكره طلعت وقلت انا راح انافس بدايه الموسم، قلت انا راح انافس الدحيل والاخويه على الدوري، الكل بيقول هالكلام مو يعني مو من واحد طبيعي انك تنافس الدحيل وتنافس. زين عبد الناصر، انا يدهمني الوقت، لكن اخر سؤال لك انت، اخر 5 مواسم في اي مركز؟ اخر يعني اللي وصلت له. لا لا شوف، هاي بعد معلومة غلطة أنت قلتوها. ترى احنا مع العجلاني الموسم اللي جانا فيه خذينا مركز سابع، ومع عمار وسيم خذينا بعد مركز سادس نفس الشيء. ما كنا ترى الموسم هذا والموسم اللي قبله نافسنا على الهبوط. الموسم اللي طاف لعبتوا الفاصلة، الموسم اللي قبله كنتوا في المركز السابع التاسع. ايوه وقبله التاسع يعني وقبله
اخر خمس مواسم ما وصلتوا فوق السابع. اي اوكي قلت لك انا بالاخير العافيه هذه امكانياتي يا طالح. يعطيك العافيه، مشكور اخوي عبد الناصر، حياك الله. ايش رايك يونس؟ والله انا ما اتفق. هذا يعني اليوم احد الاخوان من ادارات الانديه يقول انا ما اقدر انافس دحيل والسد والريان. على الاقل انافس مصلال، على الاقل انافس العربي، انافس السيليه. لما احنا نتكلم والله يكون العذر الاول، والله انا ما عندي امكانيات الفريق. اوكي نعم ما عندك الامكانيات البشريه اللي موجوده في السد في دحيل، لكن هل انت قاعد تتطور من موسم لموسم؟ هل انت كنادي الخرطيات لما تغير لي مدرب ولاعبين يمكن في اول جولتين او ثلاث، هل اختياراتك كانت صحيحه؟ هذا الموضوع كله على الانديه اللي هي على الانديه بشكل عام اللي من المركز السابع دائما وللاخير اللي غيره باستثناء شحانيه. الاهلي ايضا ما غير. الاهلي ما غير. انا اتوقع ان في مدرب الى مدربين جايين في الفتره الجايه، اتوقع. والله لا تستبعد بظل اللي قاعدين نشوفه الحين، واحد والله ما يستبعد. يعني الله يعين المدربين على الضغوطات اللي هم فيها، وبعد ينضغطون. يعني تدري المدرب هنا عندنا دائما المدرب الحلقة الأضعف عندنا. طبعا المنظومة تكون من ثلاث، الإدارة والمدرب واللاعبين. طبعا أنت ما راح تقدر تضحي بالإدارة، أو الإدارة هي ما تضحي بنفسها، خلنا نقول اللعيبة، أنت ما تقدر تضحي باللعيبة. دائما الضحية من هو المدرب، الحلقة الأضعف، دائما العين على المدرب. ليش يعني؟ ليش؟ مثل ما قال لك أخوي عبد الناصر، احنا ننظر لها منظور مادي. يعني في أوروبا إذا تشيل مانشستر، تشيل مدرب مانشستر تدفع له 10 مليون جنيه استرليني مثلا. هني قال لك أنا، أنتم ما تعرفون الأمور المادية، احنا نظرة مادية. إذا كانت يعني نظرة مادية والمادة موجودة، راح التغيير يكون باستمرار موجود. لأن ما 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 لو إذا كانت نظرة فنية، راح تتكلم عن الصبر، راح تتكلم ممكن الأخطاء تكون يعني من اللاعبين، في تقصير من الإدارة، يعني راح تصبر على المدرب. احنا اليوم نتكلم عن يمكن عن ما شاء الله كان قوسين أو أدنى ممكن تتم إقالته. صحيح. وكان بولند تعتقد قريب جدا من الأهلي، لكن استمرار ما شاء الله. اليوم ما شاء الله تفوق المباراة اللي راحت على الشحنية، لو يتفوق على العربي الأهلي وصل على المركز اللي هو يطمح له، اللي هو مركز السابع، يعني من في المنطقة الدافئة، أو يكون قريب من المربع. نعم أنا شخصيا ما كنت أنا مع جاية ما شاء الله، لكن دام إن المدرب موجود الصبر راح يجيب نتيجة إن شاء الله مع نادي الأهلي في الفترة القادمة. الاستقرار جدا مهم أخوي فالح. الضغوط على المدربين المواطنين دائما دخل تعمل له توهان، تعمل له تشتيت. طبعا يونس الأكيد الضغط، لما تكون جزء من اللعبة، جزء من كرة القدم، سواء لاعب أو إداري أو مدرب، لازم تعيش تحت الضغط. إنزين يونس، رسالتك للأندية وأخواننا إدارات الأندية، لكن بالأخير قبل ما، من يتحمل إقالات المدربين؟ الأندية أو فشل عمل الأندية أو اختيار المدرب؟ أنا أتكلم عن أروح على اختيار المدرب، لأن الإدارة دائما تبحث عن من يرتقي بالفريق، ويبحث عن الإدارة تبحث عن النتائج الزينة، واللي حاصل لكن 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 طريقة الاختيار هي تتحملها الإدارة. النبيل طبعا الإدارة هي تتحمل، إدارة هي من تتحمل. اللي اختار المدرب، اللي اختار المدرب هو اللي يتحمل. نعم شكرا لك أخوي نبيل أنور أبو خالد. شكر موصول لك أخوي فالح. كابتن يونس مشكور وما قصرت، بيض الله وجهك أبو علي. وجهك أبيض. مشاهدينا الكرام، الأسبوع الجاي ما عندنا شيء، مريحين إن شاء الله. عندنا الفيفا داي، راح إن شاء الله الأسبوع اللي بعده راح نكون معاكم في برنامج 90 دقيقة. تقبلوا تحياتي وتحيات أخواني خلف الكواليس المصورين، وبقيادة أخوي شريف خيري وطاقم عملنا، وأيضا أخوي الكبير الأستاذ أيمن السيد. إن شاء الله نلتقيكم في استديوهات أخرى. مع السلامة.